sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. عسلامة شرحوا لكم الفيديو نتاع اليوم فيديو كوجينا باش نطيبوا مع بعضنا دو روسيت يلا ليتس جو. اول روسيت باش نطيبوها مع بعضنا كي تتابعوا فيا سور سناب شات سيغتيمون راكم عرفتوها وعندكم مديده تستناو فيها كي ماكمش تتابعوا فيا سور سناب شات وقايد باش تتابعوني سور سناب شات. بغيت باش نطيبوا دي كوكيز باللي فلوكون دافوان. دونك انا باش نستعمل لي فلوكون دافوان دو لا مارك كارفور اللي نشريهم بيان ايفيدامون من كارفور. الروسيت سهله ما تشدش وقت بالكل تو نكتب لكم لي زانغريديون بعد انفورماسيون باش نستحقوا دي فلوكون دافوان بنانا عسل دي كاري دو شوكولا وكان تحبوا تزيدوا معاهم لوز والا اي نوع متاع فويسيك انتم ما تحبوه. دونك باش نخلطوا توا كل شيء مع بعضه تحبوا لي كوكيز يجيو يتقرمشوا حلوهم برشا وكان تحبوهم يجيو موالو خليهم هكا كبار سمين شويه معناها. دونك انا طوبش ندخلهم للفور نحطهم 15 مينوت 180 دغري. الروسيت الثانية ما قلتليش اسم الاول كنت باش نسميها لي برونيز بعد ما ظهرلكيش برشا معناها تشبه لي برونيز. دونك كان عندكم اقتراحات قولوا لي في لي كومونتير. وباش نستعمل دو سون دافوان من لا مارك كارفور بيو. دونك ما لقيت كان المارك هذي انا في كارفور نورمالمون تنجمو تلقاو لو سون دافوان في دوتر مارك معناها وتنجمو تستعملو كيف كيف لي فلوكون دافوان اما تلحيوهم باش نستحقو دو سون دافوان باش نستحقو بنانا و بيان سور باش نستحقو عسل كيف كيف تنجمو تزيدو دي فروي سيك كان تحبو. دونك كالعادة باش نحط كل شيء مع بعضو وباش نخلط تنجمو تزيدو كاكاو اون بودر كان تحبو. انتر تان ذوبت شوكولا في با ماري مغير زبده من غير حتى شاي جوست تخليو الشوكولا في عقلو بعد وقت اللي يذوب بالبيت حركوه مره واحده. دونك توا سوا حطوها في الفريغو تبرد والا خليوها لبرا تبرد كيما تحبوا. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère les vidéos عجبتكم. كالعادة n'hésitez pas à liker. كان تحبوا تشوفوا d'autres recettes, n'hésitez pas à liker la vidéo. كان عاود tous les recettes, ابعثوا لي تصاور, تاغي موا, ابعثوا لي لي سناب. انا نبوسكم باش نقولكم نتقابلوا في الفيديو الجاية. باي باي, بسلامة. بعد ما نخرجهم خليهم يرتاحوا 5 à 10 minutes وبعد نقصهم.